بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة قسم إدارة الأعمال. معكم المدرس المساعد كروان عزيز، مدرسة مادة إدارة المخاطر المالية للمرحلة الرابعة. في هذه المحاضرة سوف نتناول موضوع المخاطر وأسبابها للفصل الأول. قبل الدخول إلى مفهوم المخاطر، يجب أن نعلم أن هذا المصطلح مرتبط بأي شكل من أشكال التمويل. فالمخاطر المالية هي المخاطر المرتبطة بنسبة الديون المستخدمة في هيكل رأس مال الشركة. معنى ذلك إذا كانت نسبة الدين إلى رأس المال كبيرة، فإن الشركة تواجه مخاطر الإفلاس أو مخاطر تقليل فرص الحصول على ديون أخرى أو مخاطر تقليل فرص الحصول على تسهيلات ائتمانية. وكذلك في الحالة الأخرى إذا كانت أيضا هذه الديون مرتفعة، فأيضا ممكن تكون الشركة لها القدرة على استغلال الفرص الاستثمارية والقدرة على إصدار أوراق مالية والقدرة على التنويع في حصولها على مصادر الأموال المختلفة. اللي يهمنا في هذا الفصل أن نتعرف على مفهوم المخاطر، أو المفهوم الذي المطلوب من عندنا بشكل عام. تعرف المخاطر بصورة عامة بأنها احتمال التعرض لعوامل محددة تشكل تهديدا تؤثر على النتائج المتوقعة. أي المجال المالي فهي مقياس لمدى تقلب العائد أو التدفقات النقدية التي من المؤمل الحصول عليها مستقبلا في استثمار محدد. بالنسبة لموضوع الاحتمالية، هنا موضوع جدا مهم. فاحتمالية تحقق الخطر هي عامل أساسي والذي بسببه تتم دراسة المخاطر المالية. فبدون أي أو بدون احتمالية تحقق الخطر مستقبلا، ستنتفي الحاجة لدراسة المخاطر من الأساس. ونعني بذلك بأننا لو تأكدنا من نوع الخطر المستقبلي المحدق بالمنظمة أو المؤسسة، فستتم اتخاذ كافة الإجراءات المسبقة لضمان عدم حدوثه. وهذا ما لا يمكن عمله على أرض الواقع بسبب البيئة المتمثلة بالتغيير أو البيئة المتسارعات التغيير. وكما قلنا سابقا بأن الثابت الوحيد فيها هو التغيير. فبسبب هذه البيئة والمتمثلة بعدم التأكد وعلى كافة الأصعدة وعلى كافة المستويات وعلى نطاق جغرافي واسع، يمكن اعتبار المخاطر من واقع شركات الأعمال الاستثمارية هي التي تمثل احتمالية تعرض تلك الشركات إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها، أو تذبذب العائد المتمثل بوجود آثار سلبية مستقبلية ناجمة عن أحداث مستقبلية محتملة الحدوث، ولها القدرة على التأثير بشكل مباشر على أهداف الشركة، حيث تمثل هذه المخاطر في الإدارة الغير كفوءة للموجودات والمطلوبات، الأمر الذي يتطلب رقابة وإشراف من قبل إدارة الشركات على جميع أنشطتها الاستثمارية والتمويلية. لذلك عرفت إدارة المخاطر بأنها إدارة الأحداث التي لا يمكن التنبؤ بها. أما المخاطرة مقابل عدم التأكد، طبعا يوجد ارتباط وثيق بين المخاطرة وعدم التأكد، وكلما زادت نسبة عدم التأكد ارتفعت نسبة المخاطرة والعكس صحيح. ويشير مصطلح المخاطرة بشكل عام إلى احتمال تحقق الخسارة المالية، فيما يشير مصطلح عدم التأكد إلى تقلب العوائد المتعلقة باستثمار معين. بالنسبة لكلمة العائد، ممكن أن نعرفه بشكل جدا بسيط. العائد يقصد به الفوائد أو الأرباح أو الأموال التي يتم الحصول عليها من خلال استثمار معين في فترة زمنية معينة. طبعا هناك أنواع عديدة من العوائد، منها العائد الإيجابي والعائد السلبي والعائد الاسمي وغيرها من العوائد. وبالنسبة للمخاطرة مقابل بالنسبة للاختلاف الجوهري بين المخاطرة وعدم التأكد، يكمن الاختلاف بين المخاطرة وعدم التأكد في الطريقة التي يتم بمقتضاها تقدير التوزيع الاحتمالي للعوائد أو تقدير التدفقات النقدية. فمن جانب المخاطرة يتم الاعتماد على المعلومات التاريخية من قبل متخذ القرار في التوزيع الاحتمالي للعوائد أو التدفقات النقدية في استثمار معين. يعني نأخذ مثلا استثمار في سهم معين أو نوع معين من الأسهم، وندرس ما حصل في السنين السابقة
أو الفترات المالية السابقة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات التصحيحية إذا ما كان هناك خلل قد حدث في الماضي. أما فيما يخص عدم التأكد، فيمثل الموقف الذي لا تتوفر فيه أي معلومات تاريخية لمتخذ القرار، ويعتمد في هذه الحالة على الخبرات الشخصية والمهارات في اتخاذ هذا النوع من القرارات. أما بالنسبة لأنواع المخاطر المالية، تواجه الشركات أنواع مختلفة من المخاطر، سنذكر بعضا منها. أولا، مخاطر الاقتصاديات الضعيفة، والمقصود بها المخاطر ما تعاني منه الدول النامية، والتباطؤ في نمو الاقتصاد يعتبر من أهم المخاطر التي تعاني منها الشركات وتؤثر عليها بشكل مباشر. المخاطر القانونية تتعلق بمجموعة القواعد والتشريعات القانونية التي تحكم قطاع المال والأعمال، مثل قوانين الاستثمار وقوانين الشركات والقانون التجاري وغيرها. مخاطر دخول منافسين جدد، متمثلة بوجود منافسين لقطاع الأعمال التي تعمل فيها الشركة، وخاصة إذا ما استطاعت هذه الشركات الجديدة الدخول بقوة والصمود والبقاء في السوق. مخاطر الأضرار بسمعة الشركة، يشير وارن بافت أشهر مستثمر أمريكي في سوق نيويورك المالي وثالث أغنى أغنياء العالم، يستغرب تكوين سمعة جيدة للشركة 20 سنة، بينما يستغرق تدميرها فقط 5 دقائق. فعادة ما يدمر الفساد والإعلام السيء سمعة الشركة وصورتها لدى زبائنها، مما يسبب فقدان ثقة المستهلكين بمنتجاتها وبالتالي انهيارها بشكل سريع. مخاطر الفشل في جذب المواهب أيضا من المخاطر المهمة، وهي ضعف عملية استقطاب المواهب بالنسبة للشركة، وإذا ما رغبت بالاستمرار والتطور كان عليها أن تستقطب تلك المواهب بشكل مستمر. مخاطر الفشل بالإبداع أيضا من المخاطر التي يجب دراستها بعناية، فبقاء الشركات يعتمد على ابتكار الأشياء الجديدة التي تحفز المستهلكين على استهلاك واستخدام منتجات الشركة بشكل مستمر. مخاطر معوقات العمل تصنف على أنها كوارث تحدث فوضى عارمة كالحروب والكوارث الطبيعية المدمرة للبنى التحتية، وما يحدث في هذه الأيام من أزمات هي أفضل مثال على هذه المخاطر. مخاطر تقلب أسعار السلع، في أغلب الأحيان تقوم الشركات بالتأمين على ضد تقلبات الأسعار السلع الأساسية من خلال المشتقات الآجلة، ويلاحظ في حالة الرواج الاقتصادي تزداد مرونة الطلب على السلع المعمرة والاستهلاكية، وينخفض الطلب عليها كثيرا في حالات الفساد. يقصد في هذا الموضوع بالذات أنه في حالة الانتعاش الاقتصادي ووجود توفر الأموال لدى الأفراد، فإنهم يلجؤون إلى شراء السلع المعمرة حتى لو لم تكن الحاجة إليها آنية الحالية بشكل عام. مخاطر السيولة النقدية، وتشير إلى عدم إمكانية تسديد الشركات التزاماتها المالية في الوقت المناسب. طبعا احنا بالنسبة لدراسة المخاطر المالية، جل هذه الدراسة وكل الموضوع يعتمد بشكل عام وينصب بشكل أساسي إلى عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها عند حلول ميعاد استحقاقها. أما المخاطر السياسية، وهي النوع الأخير من المخاطر، تؤثر المخاطر السياسية وبسبب أهميتها الكبرى على قطاعات الصناعة كافة والتجارة والخدمات، وتشير إلى تغيرات في قيمة الاستثمارات للشركة نتيجة القرارات السياسية المتخذة. أسباب المخاطر، هناك نوعين من المخاطر. بالنسبة لأسباب المخاطر، هناك نوعين من المخاطر، هي العوامل الداخلية والعوامل الخارجية. بالنسبة للعوامل الداخلية، تشمل التغييرات التنظيمية والإدارية في الهيكل الإداري للشركات، ضعف الإدارة وعدم القدرة على اتخاذ القرارات، عدم توفر الخبرات الإدارية، التوسع والانتشار غير المدروس من قبل الإدارة، انخفاض جودة الإنتاج، ضعف الرقابة والسيطرة على العمليات الإنتاجية والإدارية، انخفاض الروح المعنوية للعاملين، وضعف الإدارة المالية وارتفاع ديون الشركة. وهذه العوامل الخارجية، وتشمل
العوامل النظامية والتي تصيب الاقتصاد بشكل عام، وهي المنافسة الشديدة، التغيير في أسعار في السياسات الحكومية، تغيرات في الظروف الاقتصادية العامة للدولة، حدوث الكوارث الطبيعية، تغيرات الطلب المستمرة على منتجات الشركة، والتذبذبات الحادة في أسعار العملات. إلى هنا تنتهي المحاضرة الأولى. شكرا جزيلا لإصغائكم، أتمنى لكم الصحة والعافية، وإن شاء الله نلتقي بمحاضرات أخرى لاحقا.